حياكم الله من جديد، وما زلنا مستمرين معاكم مشاهدينا في هذا الصباح. نرجع لشيف رامي ونشوف التيراميسو وين وصل. التيراميسو بدا شيف ولا ما بدا؟ انا ما كنت منتبه وياك شيف. انا ما عدني ما بديت، بس بدي اعرف على المقادير. طبعا طريقة التحضير ما بتاخذ معنا وقت كثير، بس بدي اعرف على المقادير اللي موجوده معنا اليوم. نعم. عندنا اليوم نحن كريمه خفق حلوه 250 جرام 250 ام ال. نعم. وفي عندنا سكر بودره مطحون حوالي 70 جرام. نعم. بالضبط 71 جرام. عندي كريمه الماسكربون ايضا 225 جرام. جرام. عندي البسكوت اللي بيسموه ليدي فينجر، اللي هو بيمتص السوائل بشكل جيد وبيحافظ ايضا على الى حد ما على يعني طبيعته بعد ما نغطه بالقهوه. نعم. ممكن نحتاج نحن باكيت، وممكن نستعيض عنه ايضا ببسكوت اللوتس لو حابين، مرغوب جدا عند الاطفال. رح نحتاج ايضا قهوه مركزه، ممكن استعمل انا الاسبريسو خففها بالماء الساخن، او استعمل الامريكان كوفي اللي هي القهوه، لكن لازم تكون نكهتها قويه جدا. راح استعمل تقريبا حوالي ال 200 ميلي لتر، تقريبا فنجان من القهوه كبير. نعم. اوراق النعناع للتزيين، مثل ما حكينا التوت البري بحب اضيفه، بيعطي نكهه ايضا حموضه رهيبه جدا، والكوكو باودر ايضا للتزيين، وراح يعطينا ايضا نكهه مميزه مع القهوه، وايضا راح احتاج سكر بودره. بالإضافة لهالشيء هذا رح أستعمل عيدان الفانيلا لحتى أحصل على نكهة الفانيلا. رح أبدأ أنا بتحضير الخلطة تبعنا اليوم. أكيد أنا بحاجة إلى ماكينة خفق، وممكن أني لازم يكون ماكينة كهربائية، لأنه بدها شوي سرعة بالخفق. بداية رح أضيف سكر البودرة 70 جرام اللي حكينا عنهم، وبعد ما عملت انا حز فيه بالسكين لعيدان الفانيلا، راح اسحب الفانيلا بهذا الشكل واضيفها للكريمه لحتى احصل على نكهه الفانيلا. طبعا هذه العيدان بتعطيني نكهه مركزه جدا ومميزه ايضا، ونكهه فريش للفانيلا، نكهة الفانيلا. واللي مو قادر يحصل الفانيلا موجود يعني في الأسواق أصلاً. الأسانس، نعم الأسانس موجود بهذا الشكل. راح أضيف الكريمة. بالنسبة للمسكربون تشيز، هذه كريمة أساسي. شو بالضبط شيف؟ كريمة حلوة خفق. كريمة خفق كريمة حلوة. كريمة الخفق. نعم. مو بكريمة الطبخ. في نوعين للكريمة، في كريمة طبخ. أيوة بالضبط. وفي كريمة خفق حلوة، وفي كريمة متعددة الأغراض يمكن أن تستعملها للغرضين يعني. للغرضين صحيح. نعم. طبعاً في شركات كثيرة موجودة متوفرة حسب رغبة الأشخاص ونسبة الدسم اللي بيحبوا يكون موجود فيها. جميل. راح أبدأ بالخفق بشكل تدريجي، ومن بعدها بعد ما أحصل على حس إنه السكر ذاب مع الكريمة، راح أبدأ أضيف الماسكربوني تشيز. بصير أضيف السرعة شوي شوي، الخفق السريع. لازم نراقب شيء، لازم نراقب. هو يعني الحلويات، هذه الحلويات بالذات هي بدها تعتمد على العين المجردة. مهما قريت الريسيبي ومهما يعني طلعت، لازم تشوف بالعين ولازم تحكم العين، لازم يكون الشخص عنده الرغبة بأنه يصنع هذا الطبق. شيف بعد ما نخليها تاخذ وقت في الثلاجة ولا يعني نص ساعة كافية؟ تقريبا نصف ساعة كافية لحتى بس تاخذ الكريمة يعني هيك ينشد القوام تبعها. جميل. نحصل على قوام متماسك ثابت، لحتى لما ناخذه بالمعلقة هيك نقدر نمزج المقادير كلها مع بعضها. طبعا أنا مستمر بعملية الخفق لحتى احصل على تجانس الكريمه. لازم تبلش تاخذ طابع اكثف شوي من الوضع السائل. نعم. هي جاهزه مسبقا شيف؟ انا مجهز طبعا مسبقا لانه مبرده. جميل. يعني لازم تكون شويه محفوظه في البراد لحتى تعطيني نتيجه ايضا مش يعني قوامه متماسك الى حد. صحيح. ما لا اقدر اتحكم فيها اذا بدي استعمل الجلاسات. حلو. استعمل
يعني شيف نخلص نحطها بالكيس ونحطها في البراد شوية وفي الثلاجة. نعم شي ربع ساعة تقريبا. حلو. هلا راح أبدأ أضيف أنا كريمة الماسكربون بشكل تدريجي. هذه كريمة كذلك شيف ولا جبنة؟ عفوا جبنة الماسكربون. جميل. للكريمة عم ضيفها للكريمة. للكريمة. طبعا أنا لازم استعمل كل الكمية الموجودة معي لأنه هاي المقادير اللي حكيت عنها هي مقادير مدروسة وبالتالي لازم نلتزم فيها. نشوف بدأت تأخذ تمازج مميز مع بعضها. بعد ما انتهي من عملية الخفق راح نبدأ بتحضير الكاسات تبعنا. جميل. أنا حبيت استعمل كاسات شوي الفوهة تبعها مفتوحة أكثر لحتى لما نستعمل ملعقة مثلا ملعقة صغيرة نقدر ندخلها بسهولة وناخذ من كل المقادير مع بعض كل الطبقات. شيف يعني الحين بعد ما تجي في إضافة أخرى عليها؟ لا الخليط؟ بالنسبة هيك هيدي بتكون هيك جاهزة معنا. أنا طبعا نحب نرجع لك شيف بنرجع لك عشان نعرف كيف نحط قطع البسكوت وكيف اكيد اكيد طبعا انا انتهت الكريمه هلا انا راح اجهزها احطها بكيس مجهز وراح نشوف كيف فينا نحط الطبقات ونبدا بعمليه التزيين. احنا نرجع لك ان شاء الله شيف. مثل ما حكينا بالاول بعد ما حصلنا على القوام اللي بدنا اياه بالكريمه حطيتها انا في كيس البلاستيكي المخصص لحتى نقدر تسهل علينا عمليه السكب. بالنسبه للليدي فينجر راح ابدا ب أنا عملت بعض الكاسات رح أبدأ بتغطيسها في القهوة. نعم. تغطيس بسيط طبعا هي رح تتشرب القهوة بشكل تدريجي. صحيح. وتعطينا النكهة اللي نحن بدنا إياها اللي فيها يعني نكهة القهوة المركزة مع إحساس بالقرمشة البسيط بهذا الشكل. أنا حطيت شوية كريمة بقاع الكأس لحتى يمسك. طبعا نحن لو عم نستعمل وعاء مفتوح اكثر فينا نحط طبقه بسيطه من الكريمه بالاول وبعدين نحط البسكوت. صحيح. ومن ثم طبقه ثانيه وهكذا. شيف ممكن سؤال ممكن فضل. نستبدل البسكويت باي شيء ثاني حبوب الشوفان او الجرانولا ممكن هي تتغير ما تصير ترمسو اكيد اكيد ولكن طبعاً. ممكن يعني شوف هلا الـ يعني الـ خلينا نقول الكرياتيفيتي او الاختراعات او الابتكار صار ما له حدود، يعني صارت الناس تستبدل المقادير حسب رغبتها. نعم. وحسب ما تناسب ايضا افراد العائله، مثلا ممكن تعمل اشياء مناسبه للاطفال او لكبار. صحيح. السن او لذوي الحميات مثلا معينه. نعم. وبالتالي انت فيك تستبدلها حسب ممكن الناس تتبع نظام غذائي معين مثلا ما بتحب النكهات معينه فبالتالي بتستبدلها، لكن في اساسيات نحن لازم نحافظ أكيد عليها اكيد بلا شيء. ترامسو هو هذا هو ترامسو هذا التيرامسو. طبعا في ناس ممكن تضيف عليه نكهات مختلفه غير الفانيلا مثلا. صحيح. هذا بيرجع لرغبه اللي عم بحضرها، لكن احنا عم نعمل الشيء البسيط واللي هو يعتبر مرغوب باكبر شريحه من الناس. عملت انا طبقه ثانيه من الكريمه، هلا راح اتابع ب عملية إضافة البسكوت. طبعا نكون شوي القهوة حادرين. شيف القهوة حطيت يعني خلطها مع الماي حطيت ماي طبعا يعني القهوة اللي نحضرها القهوة العادية العادية يعني. السوداء بس ما بفضل اني استعمل مثلا القهوة التركي طبعا اكيد نكهتها شوي وبتفادى نكهة الهيل اللي تكون فيها ما لازم يكون فيها. صحيح. هيل الهيل نكهته هو سيد البهارات وبالتالي بيعطيني نكهة قوية انا ما بحتاجها في طبقي اليوم. بهذا الشكل طبعا انا قطعت القطع صغيره بسيطه فيني اتحكم فيها وراح نشوف كيف راح يبين معنا بهذا الشكل. لو احتجت انا لما بعملها بالبيت بحافظ على شكل البسكوت كاملا يعني وبالتالي بيعطيني هيك كمان منظر مختلف، ولكن بما انه نحن بنستعمل جلاسات صغيره وهي افضل طبعا في ناس بتحب تسويها لحتى تتحكم بكميه
الكميه اللي بدها تاكلها يعني. تاكلها صحيح. ايه يعني بيقول لك انه انا ما بدي اكل اكثر من هاي الكميه لانه مثلا فيها كريمه او كذا، وبالتالي بيكون في تحفظ على بعض الحميات يعني. هيك بيكون تقريبا رح احاول انا ارتب يعني اضغط شوي داخل الكاس بس لحتى احصل على توازن ب على فكره شيف ما تلاحظ هدوء صار؟ لا المخرجين يكلمونا ولا حد يكلمنا، المصورين هدوء والله هم يعني بدأ يعتوا صح؟ هو الانتظار قبل العاصفه هذا. هدوء انا استغربت قلت يهجمون علينا يمكن يدخلون الاستديو شيء ياخذون علينا بالحاله العاديه صحيح. كله منتظر التيراميسو طبعا لحتى يجهز. راح اضيف انا نكهه طبقه ثانيه من الكريمه بهذا الشكل، اعبي فيها الفراغات. طبعا انا ليش هون باكد على ضروره استعمال الكيس كيس الكريمه هذا، نعم، لانه بيعطيني قدره على التحكم بملء المساحات الصغيره ضمن الكاس، وخصوصا توزيعها بشكل متساوي و يعني مرتب. صحيح. هيك بيكون تقريبا عبينا كل الكاسات. هلا راح اقوم بعمليه رش الكوكو باودر بشكل حذر لانه شوي شوف كيف ضفناها بهذا الشكل، وبعدين راح اجيب التوت الاحمر غطسه بالسكر الباودر ووضعه بهذا الشكل. بالنسبه للتوت الاحمر او انواع البيريز بدنا ننتبه لها لما بنشتريها من السوبر ماركت مراكز التسوق، لانه بتكون ممكن يكون فيها بعض التعفن من جوا ما بنلاحظه، نعم، على الطبقات الخارجيه. بالنسبه لاوراق النعنع هي الخطوه الاخيره شيف، هي الخطوه الاخيره، ومن ثم بيكون طبقنا جاهز للتقديم. انا عملت طبعا جهزت اكيد صح بعض الكاسات مسبقا بهذا الشكل. يا سلام، اكتفي ب وصحتين وعافيه. صحتين والف عافيه. طبعا هاي الوجبه سهله التحضير، ما بتحتاج لفرن. انا راح اتابع تزيين الباقي. تعرفنا على مقاديره ممكن نذكر فيهم مرة ثانية بشكل سريع. احتاجنا ل 225 جرام من الكريمة الحلوة، و 225 جرام أيضا من الماسكربون، واحتاجنا أيضا للقهوة المركزة، نعم، وبسكويت الليدي فينجرز، وأيضا السكر الباودر تقريبا 70 جرام. الزينة نحن تحكمنا فيها، بتمنى تجربوها وتكون شيء مميز تحضروا على طول. تسلم، تسلم ايدك شيف، دائما مبدع، يعطيك العافيه. شكرا لك. الله يعافيك. الله يحفظك. بنشكر مشاهدينا الشيف رامي الجبرائيل على هذه الوصفات اللذيذه. الى هنا مشاهدينا وصل لختام جميع فقراتنا لهذا الصباح الجميل. يومكم سعيد باذنه تعالى. الله يحفظكم من وين ما كنتوا تتابعونا ان شاء الله. تحملوا على عماركم ونشوفكم ان شاء الله غدا في حلقه جديده، والى اللقاء. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.